آخر يقول بعضهم أيضا بالنسبة للشيخ والشيخة الكبيرة والعجوز والمريض الذي لا يرجى براؤه، يقولون لا قضاء عليه ولا فدية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهذا لا يستطيع فسقط عنه الفرض، كما هو الحال في الذي لا يملك نصاب الزكاة. فما هو قولكم بارك الله فيكم؟ ولا نرجع إلى نفس الآية؟ بلا شك هذا الرجوع أولا لابد منه، بعدين إذا سقط عنه الصيام لعجزه نعم ذلك يستلزم أن تسقط عنه الفدية وهو غير عاجز عنها؟ لا يستلزم، ما في تلازم، لا في تلازم. أي نعم، لأن قول تعالى وعلى الذين يطيقونه معناه يستطيعون صيامه مع المشقة. نعم، الشيخ العاجز الثاني ما نستطيع أن نقول يستحيل عليه الصيام، لكن يصعب عليه بلا شك الصيام. نعم، لما كانت الفدية هي بديل الصيام. نعم، فما في عندنا ما يرفع عنه الفدية بسبب عدم استطاعته الصيام. نعم، أذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته مما ذهب إليه الصديق حسن خان في الروضة النجدية. نعم، قديما. نعم، ولا أدري إذا كان استقر رأيه على ذلك. الذي يبدو لي والله أعلم أن الفدية عن المستطيع لها لا تسقط. نعم، لأنه يجب أن يعيش من كان مسلما في رمضان مع الجو، مع جو الصيام. نعم، إما فعلا وإما فكرا. نعم، وأعني بذلك فعلا أن يصوم. نعم، أما فكرا فأن يفضي عن صيامه بالكفارة فيكون عائشا مع الصائمين ولو كان مفطرا. نعم، هذا الذي يبدو لي والله.